الكلة دي بقى مش عايزين يفضوها وخلصوها. كل يوم من ده ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، اهو يا دوبك من القطر جاي وانا العربية بردت. المشكلة بقى ان ممكن يقف ويفضل موقفنا كمان اكتر من نص ساعة ولا ربع ساعة، يقف اخر عربية بتقف هنا. انت قلت لي انك بسبب النهاردة انا مروح اهو زهقت. انا واخد مشوارين لي اكتر من ساعة ونص، زهقت من القفلة دي يوميا. كل ما يجي كده ده اساسي، ده كل ربع ساعة نص ساعة القطر بيعدي اهو. يا لسه فاتح.